ازيكم يا اصحابي يا حلوين، معانا النهارده لعبتين جداد هنعرفكم عليهم، وكمان هنعمل تحدي قدامكم على اللعبتين دول. هما شخصيات معانا الرجل الاخضر اللي كل الاولاد بتحبه، تمام. وهنفتح اللعبه قدامكم كالعاده، برضو الماتيريال بتاعها حلو قوي، تمام. وكابتن امريكا، شخصيتين جداد لأصحابنا الحلوين اللي بيحبوا اللعب بتاعتنا، هنفتحهم. وبرضو اللي عاوز أي لعبة فيهم بيكتب في الكومنتس تعليقات تحت، وتتوفر له بكل سهولة بأسعار خيالية، تمام. هنفتح اللعبة معاكم ونعمل تحدي ما بين النهاردة كابتن أمريكا وما بين الرجل الأخضر، نشوف مين اللي هيكسب. يلا افتح لعبتك يا معاذ. يلا يا مروان، وقفوا بقى للناس هنا. يلا مروهم للاولاد اصحابكو. ادي الرجل الاخضر، وادي كابتن امريكا. ثبتها كده يا ميرا عشان نشوفها ونوريها للناس. لعبه حلوه قوي. ده الكالر بتاعه بلو ازرق، وده الكالر بتاعه ايه؟ جرين اخضر. برافو عليكم. اخضر جرين، واللون الازرق بلو. بلو. دلوقتي هم عاوزين يعملوا كونفرسيشن، يعني محادثه ما بينهم، وكمان فايتر يتحاربوا، ويبقى في تحدي تشالنج. كلمه تحدي يعني تشالنج ما بينهم. ليه انا بقول المصطلحات الانجليش؟ علشان نفيد اصحابنا في البيت. هنبدا التشالنج التحدي. يلا الرجل الاخضر، تحدي ما بين الرجل الاخضر ومين؟ كابتن امريكا. سلموا على بعض الاول. يلا اهلا 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 يا رجل الاخضر، عامل ايه؟ الحمد لله. ايه عامل ايه؟ احكيني عنك شويه. ما فيش اي حاجه جديده، كل اللي انا بعمله بردك بحث من الابطال. ماشي. انا مره حاربت الجوكر، قعد يضرب فيا لغايه ما هزمته، وكده كل بطوله بكسب فيها محدش يقدر يكسبني ولا انت. يعني بتتهزق؟ ايوه. يعني بتهزقني؟ ها تضربني؟ تضربني؟ ها ها. انتوا من اولها هتتخانقوا مع بعض. تضربني؟ طب احكي لنا كده، تعالوا نسأل الرجل الاخضر الاول عن بطولاته الجميلة. هاي يلا احكي لنا، عملت ايه كده؟ الرجل الاخضر ده شكله قوي قوي، وايه موضوع الاعلانات الجميله اللي انت كنت عاملها في التلفزيون دي وتطلع تتعصب على الناس؟ احكي لنا يلا كده. عشان في ناس بيفتكروا ان انا ضعيف وهم اقوى مني، انا عشان كده بطلع في التلفزيون وبقول لهم ان انا اقوى من اي حد. طيب هل انت بقى يا رجل يا اخضر بتضرب كل الناس وخلاص، ولا الناس اللي بيضايقوك بس؟ الناس اللي بيضايقوني والاشرار. الناس الاشرار. طب وانت ازاي بتعرف الناس دي اشرار؟ لما بيعملوا شر وبيضربوا الناس وبيضايقوهم. برافو عليك. طب وانت بتنزل بقى ساعتها بتتصرف ازاي؟ بتجيب لهم حقهم؟ اه بضربهم. برافو عليك. طب انت بتعمل البطولات دي في كل مكان؟ اه على حسب الشرير اللي موجود فيه. على حسب الشرير اللي موجود فيه. برافو عليك. طيب ممكن بقى بما اننا قناة العاب سندبات والانجليش كده، خلصنا الجزء الخاص بالنص الاولاني من القناة العاب سندبات، تقدر تقول لنا اي حاجه بالانجلش تعلم بيها اصحابك؟ مثلا لو قلت لك انتروديوس يور سيلف، عرف نفسك يا رجل يا اخضر، هقولت لك واتس يور نيم؟ اي ام جرين مان. اي ام جرين مان. برافو عليك. هاو اولد ار يو؟ اي ام 10 years old. اي ام 10 years old. وير ار يو فروم؟ تقدر تقول لنا انت ايه؟ اي ام فروم ايجيبت ولا اي ام فروم امريكا؟ اي ام فروم ايجيبت. برافو عليك. الرجل الاخضر ده بتاعنا احنا. I am from Egypt. ممكن سافة حلوة بقى قوي قوي. كلاب يوهندس بالجزء الخاص بالانجليش، يعني عنده ابطال كتيرة وحكالنا عنها، وكمان فاد اصحابه بالانجليش في القناة الجميلة بتاعتنا. لسه التحدي ما بدأش، انت هشوفك انت ولا الرجل ايه؟ كابتن امريكا هو اللي هيكسب. تعالى يا كابتن امريكا، عايزين نعمل كمان معاك حوار. عرفنا بنفسك الاول، انت مين؟ انا كابتن امريكا. لا نعلي صوتنا عشان اصحابنا يسمعوا. انا كابتن امريكا. ازيك يا كابتن امريكا؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس. كلمنا بقى عن بطولاتك، انت بتعمل حاجات بطولة برضو ولا بتتخانق وتجر شكل الناس بس؟
بضرب الناس الأشرار. الأشرار برضو ولا ممكن تضرب أي حد؟ أنا سمعت إن أنت جراني. ها تضرب الناس الأشرار بس؟ الأشرار. برافو عليك. طيب إيه التحديات اللي أنت عملتها؟ بتاعت إيه؟ أنت عملت تحديات قبل كده زي الرجل الأخضر كده الجميل ده، قال أنا بضرب الأشرار ومش عارف، وقابلت الجوكر وقال حاجات كتير. أنت عملت إيه؟ أنا قبل الرجل الأخضر قابلت الجوكر وهزمته، أم هو قام وراح الرجل الأخضر راح هزمه. يعني انت اللي سبقت الرجل الاخضر وهزمته الاول. برافو عليك. طيب بما انك شاطر كده خلصنا الجزء الخاص بألعاب سندباد، تقدر تقول لنا حاجة بالانجليش تساعد اصحابك في البيت؟ قول زي ايه تقدر تقوله لنا؟ اسمي بالانجليش. ماشي. What's your name؟ I am man. ام ايه انت قلت؟ امريكان مان. جرين مان. ده جرين مان، ده امريكان مان. اوكي طيب لو قلت لك وات كلر از ات، ايه اللون اللي لابسه ده؟ بلو. بلو. اتس بلو. برافو عليك. طيب تقدر تقول لنا ايه تاني بالانجلش تفيد اصحابنا بيه؟ تعرف مثلا اسامي حيوانات، اجزاء جسم؟ ما احنا لازم نفيد اصحابنا، احنا اسمنا العاب سندباد والانجلش. اعرف اسم الاسد بالانجليزي هو. طيب يعني ايه اسد؟ لايون. لايون. برافو عليك. يعني ايه قرد؟ مونكي. برافو عليك شطورة. كلاب يور هاندس. سقفة حلوة قوي ليه. برافو عليك. طب دلوقتي لازم بقى نبدأ التحدي، بس ما يبقاش ضرب جامد كده بالراحة عشان انتوا الاتنين اقوية وما تخوفوناش اكتر من كده منكم. ماشي يا جرين مان، يا رجل يا اخضر، انت عايز تنزل لنا من ايه؟ من فوق البيت؟ هتنزل. طب ورينا ازاي هتطلع فوق البيت كده وتنزل لنا من. عايز يعمل لنا بقى فيها سوبرمان. برافو عليك، طلع لنا فوق. يلا انزل لنا منه بقى كده، هو عاوز يعمل حته كده قال يعني هيخوف الرجل الاخضر. شقلبه انت كمان، هتوقفه على راسه. يا نهار ابيض. ماشي وقفه. يلا كده هيبدا الضرب امتى؟ هو يبدا يضرب في نفسه. بدا دخل على طول في التحدي القوي. تضربني جامد يا صاحبي. الرجل الاخضر وقع. قوم اقف تاني، قوم انت قوي. الضرب ده، الضرب ده، انت موتته وموتته، هتموتوني هتموتوني هتموتوني. هقتلك. كده الجولة الأولانية اللي فاز فيها الرجل الأخضر. يس. محدش يقدر يهزمني. هخدمك هخدمك. خلاص هو اللي كسبك، هو طيرك خالص. يلا نرفع إيد الرجل الأخضر، ارفعوا لإيده كده، هو اللي فاز. برافو. سافة حلوة أوي 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 أوي، نشجعه. سافة حلوة. يلا الراجل كابتن أمريكا عمال يعيط. كابتن أمريكا عمال يعيط يا عيني. أنا هعيط. عمال تعيط. أنت زعلان؟ زعلان ان انت اتهزمت؟ زعلان. قوم كده، قوم قوم انت قومه. استنى لازم الرجل الاخضر هو اللي يقومك. قومه. لا لازم هو اللي يقومك علشان انتوا بتبقوا صحاب. اللعب ده ما بيخليش الصحاب يخسروا بعض. معلش. ايوه وتسلموا على بعض. بتشوف كل الناس في الكوره وفي المصارعه الحره مش بعد ما بيلعبوا بيتصالحوا مع بعض؟ ايوه بالظبط. فاحنا لازم نعمل زيهم وتسلم على صاحبك كمان وتبارك له ان هو فاز، وهو كمان بيتمنى لك ان انت تفوز بطولات تانية. سلم. لا احنا بنسلم دي الايد دي. سلموا على بعض. يلا الف مبروك. سلموا على بعض. يلا الف مبروك. الف مبروك. ان شاء الله ان شاء الله تكسب الفرق الجاي. انا سمعت ان سبايدر مان هيحاربك الفرقه الجايه. ماشي. وانا مستعد له. وانا مستعد له وهزمه زيك كده. ما تقولش اللي انت هزمتني. خلاص ما عندك بقى زي. خلاص معلش. ايه ده؟ ماشي. روسيا احنا لسه مصالحين ما بينكم يعني. بلاش كده. خلاص برافو عليكوا. سمعت ان سبايدر مان جاي في الطريق دلوقتي. ماشي خليه يجي مستعد له. انت لسه ضارب، معقوله هتعرف تضرب سبايدر مان كمان؟ هتخش في دوله ثانيه؟ باي باي انا عشان باين هو جاي. طب استنى استنى، تعالى كده نشوف سبايدر مان ده هيعمل لنا ايه. ها
هات سبايدر مان. دول ماشي اطلع اقعد هنا يلا. هتقعدوا فين؟ في البلكونه ليه؟ هيطير؟ لا ده سيب الطيران ده لباتمان، احنا ممكن نقعد نركبه الحصان. بس كده برافو عليك. اهو واقع خالص، هو شكله اصلا مش هيعرف يهزم حد. راحت عليك يا رجل امريكا. يلا ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين ده؟ عم سبايدر مان وصل، هيخش معانا في الجوله الثانيه. يلا يا رجل يا اخضر، ده هو بيوريك ان هو عنده طاقه. انت كمان عندك طاقه، انت كمان عندك طاقه، وريها لي. عندي قوه ممكن اكسر الارض واوقعه تحت. شفت بيقول لك عنده قوه ممكن يكسر الارض ويطلعك ويوقعك تحت. وانا عندي عنكبوت في ظهري. طب العنكبوت ده هتقدر تعمل بيه ايه؟ هتقدر تعمل بيه ايه؟ الف كده العنكبوت يلزق فيه يرميه على الارض. اوبا، هتعرف تسيطر على الموضوع ده يا رجل يا اخضر؟ ايوه هقدر. وممكن كمان اربط فيل العنكبوت واتربه فوق واسيبه يتربي كده. ده شكله الضرب كله هيبقى بظهره بالعنكبوت بتاعه. هتتصرف ازاي يا رجل يا اخضر؟ ان شاء الله هكسب ان شاء الله. انت بتعمل ايه عشان تبقى قوي كده يا رجل يا اخضر وعندك ثقه في نفسك؟ بتشرب لبن؟ بشرب بيت بلبن، وكل يوم بعمل 100 ضغط. يا قوي يا قوي، طب ما تورينا كم ضغطه كده من اللي هو الضغط اللي انت بتعمله. وانا بعمل 101 ضغط. استنى استنى يلا. واحد، برافو برافو، ثلاثة، عاش أربعة، عاش يا بطل، خمسة، برافو، ستة، برافو، سبعة، برافو، ثمانية، 3 8 تسعة 9 10 10 برافو برافو. كفاية كفاية، تعالى اما نشوف عم سبايدر مان هيعرف يخش معاك في التحدي ده ولا لا. هاي يا عم سبايدر مان، هتعرف تتصرف ولا هتطلع بق بس زي رجل امريكا في الاخر؟ لا. هتعرف تعمل ضغط؟ اه. طب ورينا هتعمل قد ايه في تحدي الضغط؟ هو عملهم في دقيقه، عملتن في دقيقه. يلا 1 2، يلا عدوا معانا 3، شجعوا على سبايدر. 5 6 7 8 9 10 11. برافو عليك كده سبايدر مان وجرين مان كسبوا بعض في تحدي الضغط. طب تعالوا بقى نشوف التحدي اللي ما بينهم. يلا ها سخنوا. الرجل الاخضر بيقول لك انا بشرب لبن وبيض كل يوم عشان كده انا قوي. ايوه كمان، وهيورينا الريون الليونه واللياقه. ايوه بقى، برافو برافو عليك برافو. لا ده احنا نبعت نجيب لكم باتمان كمان يطير له طيره ورينا يتصرف ازاي. يلا يا عم سبايدر، ثانيه كده بس، يلا هنبدا بقى التحدي مع بعض. تعالى يلا نبدا التحدي. ايه ده؟ تعالى نبدا التحدي. لقيت باتمان رجليه هنا. لا باتمان في المستشفى بيعالج رجليه عشان وجعاه، اما يعالجها هيطلع لكم في تحديات. يلا هنبدا التحدي 3 2 1. العنكبوت، هربت فيك العنكبوت. بالراحة بالراحة. ايه انت بتربط في العنكبوت؟ هاي هتبقى طايرني كده، خايف انزل لي على الارض راجل الراجل. ايه انت لو راجل طلع لي فوق العنكبوت. انزل له على الارض، بيقول ان انت خايف منه. انزل له انزل لي، هتقعد تطير لي كده زي الجبان. الجبان مين؟ انت اللي الجبان. تكسير الارض، لو نزلت على الارض هتموت. خايف منك، خايف ينزل لك. هو بيعرف تكسير الارض. انا عارف. انت لو نزلت لي هتموت، انزل يا جبار. انا واقف داخل. ايه رايك؟ انزل. مش نادر عشان لا، ما هو التحدي لازم تنزل له، انت هتفضل مستخبي فوق. لا وانا لو وقعت هموت خلاص. خلاص يبقى انت جبان، يبقى انت كده خسرت الجوله. لا ما خسرتش. ايه؟ لا ها. خلاص كده سبايدر مان عمال خايف واقف فوق. لا خلاص. انزل له هنا، انزل انزل له هنا، انزل له هنا. انزل له، انزل له هنا عشان تكسب حمايه. عامل لك حمايه، وريه وضرب ازاي. انت عمال تستخبى فوق، انت كده فاضل لك افتح مره كمان. انت استخبيت فوق يبقى الرجل الاخضر هو اللي كسب. انا مش ها.
ما انا لو نزلت هموت. طب خلاص يبقى هو كده كسب الجوله الثانيه. الرجل الاخضر انا هنزل سقفه حلوه. الرجل الاخضر المره الثانيه كده هو بطل التحديات كلها. لا ده احنا كده لا ما تضربوش خلاص هو كده كسب. كده كسب. برافو عليكم. عايزين بقى ايه؟ في اي حد تاني عايز يساعدني؟ يلا نشجع. انا العروس. انا في واحد تاني. تاني انت؟ لا خلاص هو كده كسب الرجل رجل امريكا وكسب كمان سبايدر مان. انت تستاهل الهديه الجميله بتاعتنا اللي محضرينها النهارده وهنفرقها وهنصورها في فيديو تاني بالهدايا. عاوز اقتلع. عايز تقتل مين؟ الرجل الاخضر. جايب له مسألة عشان كسب؟ احنا مش لسه قايلين اللي يكسب ما بيتقتلش. يلا نشجع الرجل الاخضر وبرافو عليك كسبت التحديين. كسبت التحديين دول. صفحة حلوة الرجل الاخضر. يلا صفحة حلوة. برافو عليك. ما ننساش اللايك واشتراك القناة وتفعيل الجرس عشان ننزل لكم كل جديد ونقول لكم اسعار الالعاب ايه ونقول لكم كمان الانجليش اللي انتوا استفدتوا بيه هنكتبه في الكومنتس. لو في اي حاجات خاصة بالقناة بالتعليم او الالعاب اكتبوها لنا في التعليقات عشان نحضرها لكم في فيديو جديد. جود باي. كان معاكم في تحدي النهاردة الفائز العظيم الوينر جرين مان. برافو. قول لهم كلمة يلا. انا بشكر انا بشكر بشكر نفسي عشان عملت المجهود ده. برافو عليك. انا لعبت جولتين ورا بعض عشان كده انا بشكر نفسي وبشكر كل الجمهور اللي شجعني. برافو. شكرا. برافو 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 عليك. باي باي. باي باي.